هل تجوز الأضحية بأنثى الغنم عمرها أقل من سنة؟ إذا كانت كسرت يعني أصبحت ثنيا فهم لم يكونوا يسجلوا تواريخ ميلاد الخرفان والمعيز، لكن يا علامات يفتح فمها يجد سنتين مكان الأسنان اللبنية، الأسنان اللبنية الأولى سقطت وظهرت سنتان مكان الأسنان اللبنية، فإذا وجد هذا أصبحت ثنيا. هيك هو يكون حول السنة في الغنم، ممكن يكون 10 أشهر على حسب الذي أمامك.